صباح الفل على الناس الحلوة، احلى صباح الناس المحترمين اسنا وعب صهاج كلهم عرسنا من فوق. انا منحييهم من داخل انبورت الصيلات المعلم سالم ابو الحاج. بما يرضي الله انا بحيي المعلم سالم على الساعة المحترمة، وقبلة الناس المحترمة كل الناس عرسنا من فوق انا بحييهم من داخل مزرعة الحاج احمد ابو الحاج. يا صباح الورد يا معلم سالم. احلى مسا عليك يا عم عبدو وعلى الدنيا بحالها وعلى ال 27 محافظه. اللي شاهد هذا الفيديو يعمل لي مشاركه عشان رجاله اسنا ودعمني لصلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايك وشير. هقدم النهارده مزرعه كامله متكامله، هقدم لك من 13000 فكه، عامل لك زلزال على سوق بلدنا. ادعمني بصلاة النبي محمد، ادعمني بلايك وشير، وهنا ما تلفش ولا تدور، هنا في مزرعة الحاج احمد ابو الحاج تحطيم في السلالات. وهيقول لك على الناس يا عم عبدو على كل حكاية. صلى على سيدنا النبي الحاج. احلى احلى مسا عليك يا عم احمد من رجالة الاسنا عرسنا من فوق. انا اقول لك كلمتين اتنين، اهم حاجة في المعاملة دي ايه؟ المقابلة. المعلم سامي قبلك مقابلة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تمام بالصلاه على النبي. يعني زعلك المعلم سلم في حي يعني؟ راجل محترم. احنا انت وقلنا لك امشي لف في الدنيا كلها، رجال تاني ما رجعتش. رجعنا تاني هنا. خد لك فلوسك ومواجبك وانت عرسنا من فوق، لازم يكون انت ايه؟ مرضي اهم حاجه. تمام. وانت عم ايمن عرسنا من فوق. الله يستر عليك. يعني المعلم سلم زعلك في حي قول يعني. لا ما زعلناش في حي. يعني حد زعلكم في اي حاجه؟ يا عم عبده. عيا ابو عرض يا معلم، عيا ابو عرض. وجيت شوف العرض بتاعه واللي جه سمه وعملت برضه واجب وكوم. يعني انت سبته على العرض كتير؟ سبت له عشان الناس دي جايه من اخر الدنيا ومواصلات والدنيا حاله، فادعمني بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس دي كلها عرسنا من فوق يا جماعه، بفضل ربنا يا جماعه. نفهم برضه السهالات مزرعه مين؟ الحلويات. ادعمونا كده بصلاه النبي محمد عشان بس نلف العالم كله ونصيب في حاجه ان شاء الله ياخدها ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم سالم احلى مسا عليك. احلى مسا على الدنيا بحالها عشان خير الكلام ما قل ودل. خش عرض يا معلم سالم. عامل لك النهارده عروض بما يرضي الله. بالنسبه للسنه الجديده يا عم عبدو. السنه الجديده تمام. عامل لك عرض قنبله 2024. تمام. عايز تصحصح معايا عشان عرض ده كان وانتهى. خش على العمده بتاعنا ده والله. العمده عدى منين؟ حسين. من القاهرة. مش عرسنا من فوق يا عم. يا معلم عبدو ثلاث مرة نورة بين المحترم ده. ثلاث مرة يا عم ناس كتير تكسب دليل تكسب أمة محمد أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي. أذكرها يا عم عبدو يا معلم. أربع نوت يا حاج سالم. أربع نوت يا حاج سالم. أربع ذكورة. أربع ذكورة وستة آلاف. تمام. والعرض إيه؟ مغري مغري. تمام. صلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. رقم واحد انتهى. واحد رجال انتهى. تمام. اثنين. ذكر. ثلاثة ذكر الجلاوة. ثلاثة ذكر. أربعة ذكر. أربعة ذكر فان. تمام. خمسة. خمسة ذكر القواقع، الظهر، العج، الأكل والشرب، عجول نمبر 1. تمام. أقدم لك العشرة النهاردة بسعر مغري. تمام معلم سالم. أعمار ثلاث شهور يا حاج عبد. الأعمار ثلاث شهور. تمام. ست نواتي وأربع ذكورة. تمام. العجلة عاملة إزاي يا عم عبدو؟ الله يا عجلة الرجالة من صغرها مجنسة. عجلات البلد متصلة أوي الرجالة. ما شاء الله تبارك الله. اثنين. اللهم صل على سيدنا. ثلاثة. عجلة بلد منوفي. شوف الرابعة عاملة ازاي يا عم. اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. شفت الخمسة عاملة ازاي؟ شعر خمسة حق سلمة ما شاء الله تبارك الله. اقدم لك الخمسة النهاردة بكام؟ بكام حق سلمة؟ عيون السادة المشاهدين للهام شعاري. تمام. ومعاه فرجة اسبوع. تمام معلم سالم. وعيب شرعي بالذنب. تمام. ما كلش يلزمني. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. بالله لا تصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اقدم لك العشرة بكام؟ معلم سالم قبل ما تقول السعر بالله عليك الناس معايا اللايف كده تحضر معايا على البث. معلم سامي يا جماعه ادوا له كانت حلوه كده. يا عم بص عم عبد صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه صلاه سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. عملت صلاه سيدنا رسول الله والتسليم. تمام. هقدم لك العشره بكام؟ بكام معاك يا سامي؟ صحصح معايا اربع ذكورة وست نواتي المجموع 10 ثلاث شهور. تمام. هقدم لك العشره بكام؟ بكام؟ بدلا من 155. ايوه. انا اقدم لك العشره بكام لعيون السادة المشاهدين؟ عاملين 135 ألف. بكم؟ 135
متوسط عجلتكم 13500. طب اللي عايز عرض شامل في بعضه؟ اللي عايز العرض تحت امره، عايز خمسه هبيع له، عايز ديكور هبيع له، كل حي عم عبده تمنه. يا معلم سالم خير الكلام ما خلى ودل، اللي نجي نجي سيب على الله. قول يا بركه سيب ال10 يا جماعه دولهم ب 135000 جنيه. وسعر بتاعتهم 13500 بعد ما تصلي على سيدنا النبي. ما شاء الله تبارك الله. خش عرض العرض. لو عجبك العرض ابعت لي عربون دلوقتي اروح اي مكان. عجبك العرض اعمل له اعجاب. هقدم لك لسه ابطال المنوفي جوه. تمام. هقدم لك اللي طالع هقدم لك مناسبه السنه الجديده سعر مغري. سعر مغري تمام. صلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. هقدم لك دول 10 نقط يا عم عبده اربع شهور. اربع شهور 10 رجاله. ثلاث شهور ونص. اجل عامل ازاي؟ اجل مجنسه الشعر البلدي. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. تسعة وذكر يا عم عبد. تسعة؟ فيهم ذكر ربنا طلوقة. تمام. عيد عامل ازاي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. خشنة بفلوس. خشنة؟ بفلوس. بفلوس. أربعة إنتاج. عندي جاموس قلت لك بصف النفوس. جاموس؟ بصف النفوس بس عايزك تدوس وأنا أدوس. تدوس؟ مع السلامة يا فلوس. تمام. هنا الحلو بفلوس والشم بفلوس. اللهم صل على سيدنا النبي. عامل ازاي يا عم عبده؟ كمبيوتر الكلام. اما حي البس عامل ازاي؟ من البس وبس يا جماعه؟ يبارك الجمل ويفز. اللهم صل على سيدنا النبي. دماغ ماشي. يمامة. تمام. دي دماغ المنوفي. اللهم صل على سيدنا النبي. فاتك المنوفي هتكون خسران. رقم خمسه الكلام. تمام؟ اللهم صل على رقم سته بعد ما تصلي على النبي محمد ذكر يا عم عبده. ذكر الكلام. فيهم تسع نوتي وذكر. تمام. ورقم سبعة انت يا بص. اللهم صل على سيدنا ما شاء الله تبارك الله. مسعود. رقم ثمانية رجالة. رقم ثمانية وصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. رقم تسعة تفاحة مكامل الا محمد. اجلت الرجالة من الاخر بمرض الله من الطراز الاول. واقدم لك العشرة بص كام الساعة ما عرفتش بالساعة عامل ازاي. اللهم صل على سيدنا النبي. عيد لكل فيها 10 لبن من دلوقتي. اللهم صل على سيدنا النبي. صلى على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. اللبن ده ارزاق. اللبن ده ارزاق. تمام. والعشرة اكلين يا عم عبده. معلم سالم صلي على النبي تكسب بس. صلى الله عليه بالله. لا تصلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اعمل لي اعجاب حلو كده. اسكندريه على دماغنا نبقى. السعوديه اخواتنا المغتربين على دماغنا البحيره واسكندريه والمنوفيه والغربيه. سوهاج. سوهاج جرد وسابولتي واخميم والبانيه ودار السلام والحرمين والاقصر. الاقصر على دماغنا يا عم وسنا. هجيب لك ال10 كام النهارده يا عم؟ بكام؟ بصلي على سيدنا النبي. مش هقول لك عاملين 175 يا امال بكام؟ هنا مصدر الجمله الشرقيه يا عم عبده احنا هنسلم على امه محمد. الناس كلها الناس كلها بتحبك يا عم سالم. صلى الله عليه وسلم. بس هقول لك يا عم قول السعر يا عم. تمام قول السعر. صلى الله عليه وسلم. ب 175 امال بكام؟ وعامل لك عليهم عرض عالمي. ايوه يونس المهدين. بكام؟ ب 165. والناس دعمنا صلاه النبي محمد. ايوه ب 155 والناس بتشكر الله كتير. ايوه هقدم لك ال 10 بكام؟ بكام؟ ب 145000. بكام؟ ب 145 متوسط عجلته 14500 تسع نوت وذكر. قلت كام يا حاج سالم؟ 145000. 14500؟ 14500 ولا كام؟ عجبك العرض تحت امرك. اللي عجبك العرض رجاله اعمل له كبير وفي صغير فيهم. تمام. اللي عايز ينجز يكون حاجه سريعه معاك. في بيزيد كام وكام؟ على اللايف كده على اللايف. 500 في كل 500. تمام. وادعمني في صلاه سيدنا رسول الله. الشيخ ابراهيم الحاج بيمس عليك. على دماغنا الدنيا بحالها يا عم عرفتك. تمام. هنا تصلي على النبي تكسب. وانا حي يا معلم سالم. هنا تصلي على المصطفى. صلى الله عليه يعني حاجه شويه رجاله ب 145000 جنيه. انعمك العرض. انت عامله ازاي يا عم عبده؟ معلم سالم انعمك العرض. يا باشا هو هيعمل لايك والله من مناخيره. حبيبي يا معلم سالم. والله لا. اللهم صل على سيدنا النبي. اللايك يا جماعه زاويه يلف العالم كله ونصيب في حياتي ان شاء الله ياخدها. ما شاء الله تبارك الله. صلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. لك هنا اربع ذكوره واربع ذكوره. اربع ذكوره؟ واربع ذكوره. تمام. بقري. التحويل العالي بس البهام دي خليط من العالي. خليط من العالي تمام. تحويل من عالي وخليط من عالي. انت عامل لك رجاله في صلاه النبي محمد. بمليون صلي على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اقول لك يا حاج عبده اربع ذكوره بقى ايه؟ من مال الطير رجاله. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. دوس وانا دوس. دوس. وانا دوس. وصلي على النبي تكسب. سمتها رجاله اهو سمتها والمشتري رجاله اهو جمالها. والله يا عم عبده اللي خلقه ربنا. اللي خلقه ايه؟ احنا بنبيع بالصلاه على النبي وماشيين بالصلاه على النبي ومحدش عارف فيها حاجه. اللهم صل على سيدنا النبي. يا ابو اخر. تمام. هي الناس تعبانه. بس انت كل اللي يرضى ربنا وخلاص. تمام. وبص ما حدش فيهم حاجه معاه ولا ابيض ولا اسمر. يعني ما تدوسش في مرض الله وبيا. كم حاج اسلام الساعه المحترمه دي؟ بكام؟
مش هقول لك حديث عن ال 23 ونص، لا ال 4 بنير عبد الله وعبد الفرقه. تمام يا معلم. اللهم صل على سيدنا. كم نرفع له حق عبد بكام؟ بكام؟ على 21500. كم؟ على 21500. ده كان عندي دكوره؟ والله متحصنين دراسين دكوره. دكوره؟ متحصنين؟ 21500 سعر نهائي. ورتاب العرب؟ اللي تعب العرب هبعت بس سعر لحد الصال من ابو اخر. قول لي يا عم اتفرج على الحساب اتفضل. 010 010 14 8 88 45 22 وصلى على الرسول. صلى الله. اول ضربه يا جماعه هم اربع دكوره؟ قطعين 86000 هولشتاين في السمنتار الجلو ما شاء الله تبارك الله. عندي يا عم عبد الاخويا ما يحصنهاش. اللي ياخدها؟ ما يحصنهاش. تمام. ادعمني صلاة سيدنا رسول الله كده يا عم. صلى الله عليه وسلم. كده يا عم عبد. خش في عرض حاج سالم. برضه يا حاج عبده. معلم ده. أربعة جنيه. منزل حاج سالم ما تزعلهاش. نازل عمر دي. أنا بقى صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. الكرابيش هو عمده. والله هو عمده صباح العسل عليه. هنا تصلى على النبي الدرايل دي ناس بركه. انت منين يا عمده؟ القاهرة من امام الشافعي. امام الشافعي ده اول مرتك عندي يا اخي. الاخر قال عمده يا رالد ايه؟ ده حبيبي. يعني اخدت منه مرضيك قبل كده؟ الفوت حلوة؟ اه والله انا بص يا عم عبده. بمرض ليه؟ والله العظيم بمرض ليه؟ يا عم والله اتعرسنا من فوق. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اربع بنات يا عم عبدهم. اربع دكان حاج سالم. برضه تانيين. تمام. عاملين كام؟ كام؟ برضه 86. 86000. على 21500. كمان يا حاج سالم. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. في احسن من الصلاه على النبي. على 21500. الاربعه دول. واللي في الجمهوريه والله ما تلاقي السعر الهليله عند الحاج سالم. طب ونتهدي بكام يا حاج سالم؟ نتهدي يا عم عبده ب 20250. اللي عايزه مع العرض؟ ب 20250، اللي عايز تسعه بعمله. تمام. اللي عايز عجله يا بيه تحت امره. يعني الاربعه دي يا جماعه ب 86 والناحيه الثانيه ب 86 ونطلب العرضين بمرض الله من رز المشتري وصاحب النصيب اهو. تمام. اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. تعالى يا عم. تمام. والله اللي ياخد السبعه دول في رجال تاني. السبعه دول فرجبت معاك فرج اسبوع. تمام. السبعه يا عم عبده عمر خمس شهور قديمه. تمام. عمر خمس شهور. اقول عامل ازاي؟ اثنين ومكامل اللي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. رقم ثلاثه عامل ازاي؟ ثلاثه رجاله ما شاء الله تبارك الله. انت تصلي على الزين. كم ده رقم ده يا حاج سالم؟ قول سبع دكوره. سبع دكوره. وتصلي على النتفليكس رقم اربعه. خمسه. خمسه اقول ده اتكلم يا عم عبده في برسيم. سته رجاله. سته بعد ما تصلي على النبي محمد. سبع رجاله مجنس اهو. عامل ازاي؟ هنا تكسب. حاج سالم اقول لك على حاجه. السبعه بص واهم حاجه بص يا عبد مسك عندك على الكاميرا هات الاكل والشرب بالله عليك. اهم حاجه رجاله الاكل والشرب بتاع البيم. اهم حاجه اللي بياكل صحه البيم. الناس بتربي الصرح حواليها رجاله بمرض الله. اللي ياخد العرض ده من رزه رز المشتري يصعب. يا حاج عبد النهارده عامل لك عليهم عرض عالمي. تمام. السبعه كنابل. كام حاج سالم السبعه؟ سبعه عمر خمس شهور بهم بهم مظبوطه. تمام. كواقع الدش الريش لا الدماغ وقول يا بركة محمد. قول كم حاجة السبعة؟ السبعة كان بدر من أجلهم عامل 21500. أيوه. أقدم لك السبعة لبعضيهم بما يرضي الله متوسط أجلهم 15500. كم؟ 15500 بعد ما تصلي على الناس اللي دي عاملين كام؟ كام؟ 108500. 108500. 500 بما يرضي الله. ونطلب العرض حق السبعة جز. ابعت عربنا ابعتهم. قول لي رقم التليفون فورا. 010 010 14 14 88 45 22 ادعمني لصلاة سيدنا رسول الله كده يا عم. صلى الله عليه وسلم. ادعموك يا معلم سيب الرجالة. رابع خبطة رجالة اهو على 15500 ما شاء الله تبارك الله. اعمل شير رجالة رجالة بالله عليكم. صباح الفل يا عم ده عرسنا من فوق على دماغنا من فوق يا عم. خش يا معلم سالم. خش يا معلم سالم ما شاء الله تبارك الله. 10 دبابات 10 المنوف المجنس. اللهم صل على سيدنا النبي. فيهم ايطالي وفيهم بلدي. فيهم ايطالي. بص هنا بص صل على النبي سالم. وديني واحده واحده يا حاج سالم. 10 بص يما واحده واحده معروفه. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم واحد قول يا عم ابو واحد. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم اثنين وصل على الزين عليه الصلاه والسلام. 10 مجنسين. تمام. اللي عايز منهم عجله يا بيه. تمام. ترك عجله يا بيه يا بابا. ما اخليه حاجه. ايوه يا معلم سالم. رقم ثلاثه بص. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم ثلاثة رجالة. النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. أربعة بعد ما تصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. عاملة إزاي يا عم عبده؟ ما شاء الله طيب. عجلة رجالة بلد أهو. اللي اتعمر بيه صح. اللهم صل على سيدنا النبي. دماغ عاملة إزاي؟ عجلة رجالة الشلشول، العاد بتاع العجلة. عجلة العاد بتاع العجلة، الكوكة بتاع العجلة. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم خمسة بعد ما تصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم يا رجالة. قال لك مالوش ورد عيب
ايوه احمر الخدين. اللهم صل على سيدنا محمد معلم سالم. رقم 55 اللي مدعمين سيدنا محمد. قول رقم التليفون فورا. طب رقم 6 بعد نص ساعه معاه عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك ايه ده حق سالم دي البيان بتفصيل رباني. اللهم صل على سيدنا ما شاء الله رباني. تمام. رقم كم؟ رقم 7. 7 رجاله اهو بنوفي. تمام. وهنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. رقم 8 يا عم عبده وحدوه صلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. تمام. هتعمل فلقه. اللهم صل على سيدنا النبي. اه تمام يا معلم سالم. وهنا رقم كام بقى؟ رقم 9 عامل ازاي يا عم عبده؟ اللهم صل على سيدنا النبي ما شاء الله. اللي جنبه معلم يا معلم سالم. رقم كام؟ 9. 9 سالم. ورقم 10 يا عم عبده فانت واللي عايز العشر هبعمله معلم سالم. العشر عم عبده مش زي بعضيهم. تمام. في كبير وفي صغير. تمام. العشر عشان كلهم في واحد اربع اديك 10 بكام؟ معلم سالم قبل ما تقول السالم كده عندك توصيل؟ عندي توصيل اي مكان بفضل الله. قول رقم التليفون العرض ده يا حاج سالم. التليفون عايز العشر التفاحات دول الشرقيه 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 والغربيه والمنوفيه والدجاليه والدنيا بحالها على راسهم. قول رقم التليفون. رقم تليفوني 010 010 14 14 88 88 45 22. انت عم بالله لا تصلي على النبي. السعوديه السعوديه تصب عليك على دماغنا. خلينا في عرض بتاعنا يا عم عبده من اخواتنا واخوانا ربنا يديهم الصحه. كم حاج سالم سامح محترم؟ عندنا 10 كم حلوات دول بكام؟ مش هقول لك ادوا عامله 25 بس في السوق. مال كام؟ هقدم لك ال 10 ولا 25 24 كام؟ والله يبقى عندي 223. تمام. هقدم لك ال 10 تفاحات دول بما يرضي الله ب 185. كلمة واحدة كده؟ كلمة من أبو ناهية. واللي تابع العرض كله؟ تحت أمره في كبير وفي صغير. تمام. عرض مش زي بعضه أجلتهم ب 18500. طب العاج مين الأجلة اللي طالع فيهم؟ الأجلة اللي طالع فيهم؟ اللي عايز تبص يا عم عبده اللي عايز الكبيرة دي بسعرها. تمام. ودي بسعرها ودي بسعرها. تمام. في كبير وفي صغير. تمام. ب 185 دي عرض الحلويات. على 18000؟ 500. واللي تابع العرض يا جماعة بمرض الله يحجزوا فورا للتواصل معاه. لما يرضي الله سلعه محترمه وعجلات زكاه رجاله تعمر بيوت يا ليت تتعمر بيوت يا رجاله ما شاء الله تبارك الله يا حاج يا حاج سالم قول لي السعر محترم بكام؟ ب 185. قول لي عنوانك فين؟ المنوفيه وسخه قريه عرب ابو زكري مزرعه العمد الحاج احمد ابو الحسن. حاج سالم 300 من وسخه 5 كيلو. يا حاج سالم. يا عم عبد الناس معانا 300 على البث. صلوا على حبيبنا يا حاج سالم. يا عم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انا بص على النبي. انا بقول لك العجله من دي قالوا بعضيهم على تبص يا عم عبد عامله ازاي رجاله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزه كلام هوريك عجله الرجاله عامله ازاي. ابقى اوريك البس بتاع العجله يا عم عبد. اللهم صل على سيدنا ماشي. البس العجله بص هنا بص اهي يا عم عبد. مين البس بس رجاله؟ بص اللهم صل. تمام. العشرة بعد ما كله دعمني في صلاه سيدنا رسول الله. ايوه. لو قلبك زار حب للنبي ادعمني الصلاة سيدنا النت على اللايف. والله حاج سامح عليك بس انا محترمه دي بحقيقي. ب 185. تمام. وادعمني الصلاة سيدنا رسول الله. تمام. هقدم لك كده برضه يا عم عبده 10 حلويات. 10 حلويات تانية يا رجاله اهم. 10 تبات يا عم عبده عمال 3 شهور 4 شهور. تمام. اجل عامله ازاي يا عم عبده من صغران؟ اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. الاثنين عامله ازاي؟ اثنين رجاله. ثلاثه بعد ما تصلي محمد. صلى الله. اربعه اسطول. اللهم صل على سيدنا بقول. اجل يا عم عبده. تمام. رقم اربعه عامله ازاي؟ خمسة رجالة انتهي. خمسة بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العشرة عمر أربع شهور. العشرة والعول دي أتكلها في البرسيم. تمام. رقم ستة عامل إزاي يا عم عبده؟ اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. ثمانية رجالة. سبعة عم بص العجول. اللهم صل على سيدنا النبي. بص يا عم عبده إزاي؟ بص إيدي عاملة إزاي؟ مش صغيرة رجالة؟ إيه ده يا معلم سالم؟ دي عجول جعدان. سلعة بص لها رجالة. اللهم صل. جبناهم رجال. ايوه جبناهم عجال طلعوا اجمال. جبناهم عجال طلعوا اجمال. اللهم صل على سيدنا النبي. هنا تصلي على النبي تكسب. قول لي السعر 10 دول بكام يا حاج سالم؟ هقدم لك ال 10 بتتحضر كام؟ بكام بعد ما تصلي على النبي؟ 185 زي ما اقول لك. لا لا ما كام بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هقدم لك ال 10 بكام؟ بكام؟ ب 157500. بكام؟ على 15750. طب العشاء عارف مش شامل بعضه؟ هبعتهولك. في كبير وفي صغير. الصغير بيقل والكبير بيزيد. انك تصلي على النبي تكسب. العشره كلهم 157500. معلم معلم محمد من خانكه
مس عليك خانك وابو زعبل والدنيا بحال عرسك. حلو معلم سالم كده دعمنا في صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعمنا بلاش هذا الفيديو ومشاركه يا رجاله اللي طبق العرض يبعته لك دلوقتي فورا الحاج سالم توصيل عنده لجمهوريه مصر العربيه. انا بحيي على السلامه المحترمه والسلاله دي اما عبد والله اهم حاجه اهم حاجه زيدك 500 وبتكسب تمام وبتكبر اكس 1000 وبتخسر والله معانا سبع حاجه على السلامه سلمك بمرض الله تمام ولسه اهم حاجه جرف اهم حاجه الجرفه. طب عرض الايطالي بتاع العجول الايطالي والعجله المشتم بكام؟ هم دول هيتعرضوا قول لي بس قول لي من عندك كده في البار ثلاث عجول ايطالي ثلاث عجول ايطالي ثلاث كره عاملين 51000 تمام النتايج عامله 25750 اللي هي البيوت خليك زي ما انت حاج سالم يا دعوه لك يا استاذ النبي محمد كاري كاري خليكم معنا بس بالله عليك كده عجله يا رستام بر الرجاله 25750 تمام ربنا يبارك اهي يا رجاله وش السعد يا رجاله في ناس ترضى 37000 25750 عجله زي دي كده يا رجاله قاقعه العجله الشاسيه العظم ربنا يبارك يا المشتري وصعب النصيب يا رب 25750 تمام سلعه يا رجاله وسلعه وش السعد صباح الفل وطلع عمره طلع رجاله واحد عجل طلع تدخلها رجاله طلع امه دي واحد تمام دي اثنين دخل رجاله اهو ثلاثه دخل طالع تمام الثلاثه دول بكام؟ 51000 جنيه حق سام بول ربنا يبارك للمشتري وصاحبه نصيب يا رب امه ثلاثه عجول طلع رجاله امه 51000 جنيه على 17000 جنيه وانتهى بلغ العرض احجز فورا عند الحاج سالم 25750 ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب. عجلات عجلات بالطراز الاول وانا بحييك يا احلى متابعين في الدنيا على السنه المحترمه والسلاله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين في الدنيا وانتظرونا في عروض اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.